مصر المقاصه الكابتن بكر سليم. ولما بقول لكم الكابتن بكر سليم ده راجل من رموز كره السله الزملكاويه، شقيق الدكتور اسماعيل سليم، له تجربه رياضيه كبيره جدا في نادي الزمالك، وكيل مجلس اداره الزمالك السابق اسماعيل سليم، وكيل دكتور اسماعيل سليم نائب رئيس نادي الزمالك لسنوات طويله، صاحب تجربه اداريه مهمه جدا. كابتن بكر سليم في نادي مصر المقاصه وهو نائب رئيس النادي كان له فيديو مهم جدا وهو بيعبر عن تقديره للنادي الاهلي ورمزه الكابتن محمود الخطيب، ما يمكن ان يبني شيئا في جسور الاحترام. حضرتكم واضحه ان هي محترمه جدا مع كل الانديه، بل وبيسود فيها كمان على مستوى التعامل مع مسؤولي الاهلي احترام واضح، حتى بدات بممر شرفي بيتعمل للابطال، ابطال الكاس وابطال الدوري اللي قبليه وابطال دوري ابطال افريقيا، فلقطه شيك حتى رغم ان هي ممكن تكون ممكن تبقى منسيه او الناس مش مستنياها عشان دي بدايه موسم جديد، لكن انتوا عملتوا حاجه زي دي والتعامل بينكم كادارات محترم جدا، فكلمني ازاي بتنظموا او ازاي بتنظموا علاقتكم بالانديه الكبيره زي الاهلي مثلا تحديدا؟ والله طبعا تحديدا الاهلي زي ما حضرتك قلت، كل الكلام حضرتك قلته ده انا ببصم بيه تماما. في قياده كبيره جدا في النادي الاهلي من ايام المهندس محمود طاهر ومن ايام الكابتن حسن حمدي، وطبعا الكابتن محمود الخطيب ده الاسطوره المحترم المهذب اللي هو محمد عبد السلام، هو صاحب فكره تكريم النادي الاهلي او نادي الزمالك عند حصوله على اي بطوله. بتلاقي حضرتك النادي مصر المقاصه بقى تورتايه او ورد او مسيره الشرف اللي اتعملت دي، وانا شخصيا بصفتي من ابناء نادي الزمالك ومن لاعبي نادي الزمالك وكنت كابتن نادي الزمالك ومدير فني لنادي الزمالك، انا كنت رايح المباراه وكان ليا هدف ان انا اقابل الكابتن محمود الخطيب. أيوة. لان انا اعرفه شخصيا واعرفه عائليا. هذا الرجل المحترم كان لابد ان انا اروح له باسم كل شرفاء نادي الزمالك ولاعبي نادي الزمالك ان احنا نعتذر له ونبوس على راسه ونقول له انت قيمه وقامه اسعدتنا وانت لاعب ولم تتطرق بلفظ خارج، وده يدل على انك راجل متربي ومحترم ولك كل التقدير يا كابتن محمود. كلام محترم جدا، تعتذر له عن ايه؟ اعتذر له عن اي اساءة حصلت له من نادي الزمالك. اي اساءة حصلت لهذا الرجل من نادي الزمالك، تحديدا رئيس نادي الزمالك. هذا الكلام المحترم الصادر عن رموز محترمة تقدر المسؤولية، تقدر العلاقات، تقدر الرسالة الرياضية. كلام مهم جدا جدا، بيرد على ادعاءات كثيره جدا، على وقت كان في ناس عمال على بطال بدون مناسبه تجيب سيره كابتن الخطيب، كلما يكرم كلما يزداد ميراث الكراهيه والغيره ونخش في هذه الديلمه. نشكر كل من يقدم نموذجا يفيد هذا البلد ويرسم قيمه الرياضه. استاذ ابراهيم حاجه محترمه راقيه عايزين نؤسس عليها، كابتن علي ابو جريشة، كابتن بكر سليم، كل الممرات الشرفيه اللي اتعملت للاهلي واللي عملها للنادي الاهلي، هذه رساله عايزين نبني عليها. دي مسؤوليتنا وده واجبنا وده اللي المفروض كل الناس تعيه، بالذات على الاقل في الاعلام الرياضي. المسؤوليه كبيره جدا اذا كنا شايفين نماذج مهمه بتؤدي هذا الاداء الرياضي المحترم اللي ممكن فعلا يرطب العلاقات الرياضيه بين كل المتنافسين، واللي يقدر فعلا يدفع بالرياضة المصرية وبالمجتمع الرياضي للأمام، هنلاقي نماذج سلبية جدا، هنلاقي نماذج شديدة القتامة والكراهية. ملك وكتابة زي ما بيعمل أو بيلقوا الضوء على النماذج الإيجابية الرائعة اللي بندعو الناس أنها تحتذي بيها وتبني على ما تضعه من لبنات في جدار الاحترام والعلاقات المتبادلة، لا، لابد أن احنا النماذج السلبية جدا نقول له ستوب، هذا لا يليق في هذا الظرف وهذا العصر.